اهلا بكم اعزائي الطلاب، وهنكمل النهارده موضوعنا الخاص بالابلكيشن اون ذا ماجنتيك تورك. اعزائي الطلاب، النهارده هنكمل كلامنا عن تطبيقات الماجنتيك تورك. قلنا الماجنتيك تورك معناها اننا وصلنا في الاخر ان احنا قدرنا نخلي كويل يعمل روتيشن، وقلنا ايه الشروط ان الكويل ده يكون فيه كرنت ويكون فاوند ان ان اكسترنال ماجنتيك فيلد. طب نفترض دلوقتي ان انا قدرت اخلي كويل يدور، دي قلنا ليها ابلكيشن تطبيقات كتير في حياتنا. اهم تطبيق عندي طبعا الالكتريك موتور، الموتور الكهربي، وتطبيق طبعا مهم تاني هو الميجرينج ديفايسز او اشهرهم الانالوج جلفانومتر او الموفينج كويل جلفانومتر او بنقول السنسيتيف جلفانومتر. تعال نتكلم عنه، اصلا نعرف ايه هو السنسيتيف جلفانومتر. تعال نتكلم عنه، ده مهم جدا، موضوع مهم جدا عندنا هو الجلفانومتر او الجلفانومتر. اول حاجة الجلفانومتر او الجلفانومتر، لازم طالما هتكلم على جهاز اعرف حاجتين. اول حاجة اعرف what is the use او the function او the importance of that device. ايه هي اهمية الجهاز ده؟ الجهاز ده بيبقى بشكل بسيط عامل كده، بيبقى ليه شاشة، الشاشة دي انالوج يعني بيبقى فيها بوينتر، بيبقى زيرو سكيل والريدنج بالتالي بيبقى هنا، والزيرو سكيل في النص، بيبقى فيه بوينتر بيتحرك، وفي نقطتين لتوصيل مصدر الكهرباء بي، واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. هو ده الجلفانومتر. طب ايه هو الجلفانومتر؟ ايه هي اليوز بتاعته؟ هنقول اول حاجة اليوز بتاعت الجلفانومتر، خد بالك بنكتبها ازاي. It is used to measure، بنقيس ايه؟ intensity. يبقى بستخدمه عشان اقيس ال intensity بس and direction، وساعات كلمة direction هي البولاريتي. يبقى it is used to measure the intensity and the polarity اللي هي means direction of weak direct electric current. يبقى ده استخدامه. it is used to measure، بيقيس حاجتين، بيقيس شدة الكهرباء واتجاهها. بس اني كهرباء؟ ويك دي سي كرنت، الالكتريك كرنت انتنستي الضعيف اللي نوعه دي سي. طب يعني ايه دي سي او دايركت الكتريك كرنت؟ هنوضحها اعزائي الطلاب بشكل عام. احنا قلنا في نوعين من الكهرباء، في كهرباء اسمها دي سي كرنت. ايه الدي سي كرنت دي اعزائي الطلاب او الدايركت الكتريك كرنت؟ دايركت الكتريك كرنت هي كهرباء الانتنستي بتاعتها والدايركشن ثابت مهما يمر الوقت. يبقى هنا التايم اكسس وهنا الكرنت انتنستي اكسس او الواي اكسس. هنلاحظ ان الكهرباء الدايركت دي شدتها واتجاهها ثابت مع مرور الوقت، زي الكهرباء اللي كنا بناخدها في الدوائر الخاصه بالفيرست شابتر. يعني مثلا الكهرباء 5 امبير تفضل على طول 5 امبير مهما يمر الوقت، لا تزيد ولا تقل، وماشيه في اتجاه واحد، اتجاه البوزيتيف، تفضل على طول ثابته. عكسها في نوع من الكهرباء تاني اسمه alternating او الاي سي بالشكل ده. الالترنيتنج كرنت دي كرنت بتمشي في اتجاهين، اتجاه البوزيتيف واتجاه النيجاتيف، وعماله تزيد وتقل، شدتها مش ثابته، يعني بتيجي من الزيرو تزيد وليكن وصلت ل 5 امبير، ترجع تاني للزيرو، بعد كده تزيد في الاتجاه التاني لغاية ما توصل لنيجاتيف 5 امبير، بعد كده تقل تاني، بعد كده تزيد تاني. يبقى دي كهرباء عمالة تزيد وتقل وتمشي في اتجاهين، زي الكهرباء اللي بتدخل بيوتنا او كهرباء الالكتريك داينامو. يبقى دول نوعين الكهرباء الموجودين عندنا. احنا في الشابتر الاولاني درسنا الدايركت كرنت اللي هي الكهرباء اللي طالعة من الباتريز، ودي كهرباء بنقول الانتنستي والدايركشن بتاعها ثابت، يعني شدتها واتجاهها ما بتتغيرش مع مرور الوقت. اما الالترنيتنج كرنت دي كهرباء الانتنستي والدايركشن بتاعها اذا فاريبل اس تايم باسس، كهرباء اتجاهها وشدتها عماله تتغير مع مرور الوقت، يعني عماله تمشي في اتجاه وبعد كده تمشي في اتجاه تاني،
عماله تزيد وتقل بالشكل ده، يبقى الدايركت كارنت كهرباء بتكون فيكسد في الانتنستي والدايركشن، اما الالترنيتنج كارنت كهرباء فاريبل في الانتنستي والدايركشن اعزائي الطلاب. وقلنا ده اليوز بتاع الجلفانوميتر. طب ايه هي الايديا بقى؟ ايه الفكره العلميه؟ الفكره العلميه بتاعتي ماجنتيك تورك، يبقى بيعتمد على فكره الماجنتيك تورك. يبقى الماجنتيك تورك اكت اون كويل ريكتانجلر كويل كارينج كارنت فاوند ان ماجنتيك فيلد. يبقى دي الفكره العلميه بتاعتي. يبقى انا قلت لك ايه هي اليوز اوف ذا جلفانومتر؟ It is used to measure the intensity and the direction of weak direct electric current. طب ايه الايديا؟ magnetic torque act on a coil carrying current and found in a magnetic field. وقلنا الجلفانوميتر ده ما بيقيس الكهرباء، عشان كده زيرو سكيل في النص عشان يحدد لي هل الكهرباء ماشيه ولا تزلفت، فبالتالي ليه تدريجين، تدريج على يمين الزيرو وتدريج على شمال الزيرو. تاني حاجة ما ينفعش يقيس الالترنيتنج كارنت. ليه ما ينفعش يقيس الالترنيتنج كارنت؟ عشان الالترنيتنج كارنت فاريبل ان انتنستي اند دايركشن، يعني اتجاهه مش ثابت في الشدة ولا في الاتجاه، يعني مرة يمشي في البوزيتيف ويرجع يقل تاني، ويروح راجع ماشي في النيجاتيف ويرجع يقل تاني، فبص الاقي البوينتر مش كده. يبقى انا لو جبت الترنيتنج كارنت حاولت اقيسه بالجلفانومتر هيفشل. ليه؟ لان الالترنيتنج كارنت از فاريبل ان انتنستي اند دايركشن، فما ينفعش استخدم الجلفانوميتر في قياسه، لان اتجاهه وشدته بتختلف مع مرور الوقت، فالبوينتر هيفضل يتحرك يمين وشمال لغايه ما في الاخر يثبت عند الزيرو بوزيشن، نلاقي الكويل وقف عند الزيرو اللي عايز يروح لا يمين ولا شمال. يبقى احنا اول حاجه عرفناها استخدام الجهاز، احنا بنتعرف على الجهاز اول حاجه. ايه هو الجلفانوميتر؟ عشان تاخد درجتك كامله لازم تكتب لي الجمله دي كامله، بتقول لي it is used to measure حاجتين the intensity and the polarity of weak direct electric current، بيقيس اتجاه وشده الكهرباء. طب ايه الفكره العلميه اللي قايم عليها؟ the magnetic torque act on a rectangular coil carrying current found in an external magnetic field او find normally to a magnetic field. يبقى شفت الجمله بقولها كامله ازاي؟ يعني في طالب هيقول لي It's scientific idea is the magnetic torque. هقول له ممتاز، بس انا عايز منك الجمله كامله عشان تاخد الدرجه كامله، ومحدش يقدر يعترض على اجابتك. نقول الماجنتيك تورك act on a rectangular coil carrying electric current found in an external magnetic field. كده عشان الجمله تبقى صحيحه بنسبه 100% مفيش حد يقدر يعترض يقول لك لا الاجابه دي ناقصها حته، لا دي زايده حته، لا هي الاجابه هي متكامله. فلازم لما اجي اكتب الجمله دي بشكل عام. طب عزيزي الطالب يلا نشوف ازاي تركيب الجلفانوميتر، عايزين مع بعض نشوف الجلفانوميتر بيتكون ازاي ونرسمه مع بعض. احنا قلنا بيعتمد على التورك، يعني بيعتمد على بيان ساين سيتا. حلو جدا. الفكره كلها بالظبط او البرنسبل اوف وركينج ان هو كويل فبيبتدي الكويل يدور، وكويل بيبقى مرتبط ببوينتر، فكل ما يعمل ديفليكشن البوينتر يبتدي يلف معاه. قانون التورك بيان ساين سيتا. اذا عشان اخلي الجهاز ده يقيس كهرباء يبقى لازم الفاريبل الوحيد اللي يكون عندي الكهرباء. يعني ايه؟ يعني انا عايز ان الكويل ده يقيس لي الكهرباء، فلازم اعرف هيدور بزاويه قد ايه لما تمشي فيه كهرباء قد ايه. اذا لازم يكون الفاريبل الوحيد في قانون البيان الكرنت انتنستي. تعالوا نرسم الجلفانومتر مع بعض كده اعزائي الطلاب، يلا نبتدي. اول حاجه موجوده عندي اعزائي الطلاب في تركيب الجلفانوميتر الايرون كور، يبقى دي اول حاجه موجوده عندي، او الايرون سلندر، او تعالى نرسم الرسمه لتحت شويه ونصغرها. يبقى اول حاجه موجوده عندي هي ايه؟ الايرون كور. يعني ايه الايرون كور؟ اهو حتة ايرون سلندر محطوطة عندي بالشكل ده. الايرون كور او الايرون سلندر، يبقى دي اول حاجة موجودة عندي الايرون ايه؟ سلندر او الايرون كور. تاني حاجة الريكتانجلر كويل بلفه حوالين الايرون كور بالشكل ده.
يبقى بعد كده يكون عندي ايه؟ في ريكتانجولار كويل ملفوف عندي حوالين الايرن كور. يبقى تاني حاجة الريكتانجولار كويل. تاني حاجة الريكتانجولار كويل. طب ايه فايدة الايرن كور؟ احنا عارفين ان الجهاز ده قايم على فكرة التورك بيان ساين سيتا. فالايرن كور ده بيزود البيرميابيلتي اوف ذا ماجنتيك فلكس لاين اللي هتيجي من الماجنت، فبيعمل كونسنتريتنج للماجنتيك فلكس لاين على الريكتانجولار كويل، فده بيزود البي طبعا فيخلي التورك اقوى حاجه. تاني حاجه بستخدم تو كونكيف ماجنت بولز، يبقى بجيب اتنين كونكيف ماجنت بالشكل ده، مش بار ماجنت ولا ماجنت طبيعي، بستخدم ايه؟ تو كونكيف ماجنتس. يبقى ده تالت حاجة موجودة عندي عبارة عن ايه؟ تو كونكيف ماجنتس. بيبتدي يطلعوا لي فيلدز بزوايا مختلفة، ماجنتيك فلكس لاينز بزوايا مختلفة وكده. طب بيجي سؤال يقول لي ليه يا مستر لما صنعت الجهاز، طبعا هيطلع الماجنتيك فلكس لاين بزوايا مختلفة بالشكل ده، ليه يا مستر لما انت صنعت الجهاز صنعت الجهاز ده باستخدام كونكيف ماجنت؟ لان اعزائي الطلاب احنا عايزين التورك يبقى كونستانت، يبقى لازم على طول يبقى مفيش ساين سيتا، يعني لازم على طول يكون في وضع الماكسيمم عشان لما الكويل يدور يفضل التورك ماكسيمم على طول وكنسل الساين سيتا. ازاي؟ زي بالظبط كده اعزائي الطلاب، لو انا الماجنتيك فلكس لاين جايين من بار ماجنت هيطلعوا كلهم بارلل لبعض كده، فنفترض ان البلاك ده هو الكويل اهو، فهنقدر نقول ان التورك بيبقى ماكسيمم لما الكويل يكون بارلل للماجنتيك فلكس لاينز، يبقى اذا هنا التورك ماكسيمم. طب لو الكويل ابتدى يدور، ما هو الكويل ده بيدور مش في مكانه بسبب التورك عشان يدي قرايه، هنبص نلاحظ ايه؟ ان هو بقى في انجل ما بينه وما بين البي، ما بقاش في البربنديكولار بوزيشن، يعني هو في الاول كان بارلل للماجنتيك فيلد فكان ماكسيمم، لما ابتدى يدور ابتدى يصنع انجل مع الفيلد، اذا التورك عمال يقل، كل ما الكويل يدور التورك بيقل. طب تخيل بقى ان انا حاطط كونكيف ماجنت، الماجنتيك فلكس لاين دول هيطلعوا بزوايا ايه؟ مختلفه بالشكل ده، فلو الكويل كان في البوزيشن ده هيبقى بارلل للماجنتيك فيلد لاينز ده، طب لو لف شويه وبقى في البوزيشن ده هيبقى بارلل لده، لو لف شويه وبقى في البوزيشن ده هيبقى بارلل لللاين ده، يبقى الكويل على طول في وضع البارلل لان الماجنتيك فلكس لاينز جايين له بزوايا مختلفه، فبالتالي ده بيخلي دايما السيت اب 90. ما احنا قلنا بقى لما الكويل يكون بارلل السيت اب 90 لان باخدها ما بين النورمال والماجنتيك فيلد، عكس لو كان الماجنتيك فلكس لاين طالع خطوط يبقى في الاول ماكسيمم ولما يبتدي يدور التورك يبتدي يقل، اما احنا عايزين ان التورك يبقى بيعتمد على الاي بس، اذا لازم اخلي السيتا دي على طول ب 90 واشيلها. ازاي اخلي السيتا دي ب 90؟ ان انا استخدم كونكيف ماجنت عشان الماجنتيك فلكس لاينز اللي طالعه منه تبقى طالعه بانجلز مختلف، بحيث ان الكويل عند اي نقطه بيكون بارلل لواحد منهم. يبقى فايدة الكونكيف ماجنت ان هو بيطلع لي يونيفورم راديال ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده اولويز بارلل تو ذا كويل هاويفر اتس بوزيشن، مهما يكن الزاوية اللي موجودة عندها الكويل لازم عند لحظة من اللحظات هيبقى بارلل للماجنتيك فلكس لاينز دول، يبقى تو بروديوس يونيفورم راديال ماجنتيك فلكس which is always parallel to the coil plane however its position، مهما البوزيشن اللي ياخده الكويل على طول هيكون في الوضع الايه؟ بارلل. وكده فهمنا ليه استخدمنا كونكيف ماجنت. طب في معضله هنا، ايه المعضله اعزائي الطلاب؟ المعضله دلوقتي ان الكويل لو ابتدى يدور عندي لما اديله كهرباء واحطه في ماجنتيك فيلد هيبتدي يدور، كده اتقلب لموتور، انا مش عايزه يدور زي المروحه، انا عايزه يدور لغايه ما يوصل للقرايه ويقف. طب ده هيحصل ازاي؟ ده انت كده صنعت لي موتور، هتدي له كهرباء الكويل هيفضل يدور مش هيقف، انا مش عايز كده، انا عايزه ايه؟
يدور لغايه ما يقف عند الريدنج اللي انا عايزها والكويل يروح واقف. طب ده ازاي؟ لازم امنعه من الكومبليت روتيشن. ازاي؟ هاجي من فوق وتحت اوصله بحاجه اسمها سبايرال سبرينجز، سوست من فوق وتحت كده اعزائي الطلاب، اهي سبايرال سبرينجز فوق وتحت، يبقى عندي تو سبايرال سبرينجز كانهم سوست. ايه فايدة السبايرال سبرينجز اللي فوق واللي تحت دول؟ ادي سبايرال سبرينج 1 وادي سبايرال سبرينج 2. اول حاجة they are the current leads to the coil. يعني ايه current leads to the coil؟ يعني دول اللي بيدخل منهم الكهرباء للكويل، يعني الكهرباء ممكن تيجي من تحت تتوصل بالكويل وتطلع من الناحية التانية، او تدخل من فوق وتخرج من الناحية التانية حسب اتجاه التوصيل اللي انت وصلت بيه الكويل. ادي اول حاجة. تاني حاجة زي بروديوس اوبزيت تورك بريفنت ذا كويل روتيشن، يعني الكويل لما بيدور دول بيبقوا ماسكين فيه، فيجي يلف يرجعوه تاني لمكانه. زي السوست مثلا اللي في الجيم، تيجي تشد التقل السوست دي بتحاول ترجع التقل معاك. نفس الكلام انا ماسك الكويل رابطه بسبرينج بسوستة، كل ما يجي يدور هي كمان تشده العكس لغاية ما يقف. امتى؟ لما الماجنتيك تورك اللي بسبب الكهرباء يساوي الالاستيك تورك بتاع السبايرال سبرينجز، يقعدوا يتخانقوا مع بعض لغايه ما الكويل يجي عند القرايه ويحصل له ستل او يسكن او يثبت. يبقى السبايرال سبرينج بيطلعوا لي اوبزيت تورك تو بريفنت ذا كويل روتيشن. ثالث حاجه زي ريتيرن ذا بوينتر او ذا كويل تو زيرو بوزيشن وين ذير از نو كرنت باسز ان ذا كويل، بيرجعوا لي البوينتر او الكويل ذات نفسه يرجع لزيرو بوزيشن طالما ما فيش كهرباء ماشيه فيه. طيب ايه تاني موجود عندي؟ موجود عندي الاكسس اوف ذا كويل، موجود عندي عمود متوصل بالكويل كده، ده الاكسس بتاع الكويل من فوق ومن تحت. ايه فايدة العمود ده؟ العمود ده اللي مرتبط بالكويل ومثبت عليه البوينتر، اللي انا هثبت عليه البوينتر اللي هيديني القراية بالشكل كده، بحيث ان لما الكويل يدور الاكسس ده هيدور معاه فالبوينتر ده هيدور، والبوينتر ده متوصل بالسكيل هكذا. يبقى زي ما احنا قلنا اهو، يبقى عندي الاكسس والاكسس ده متثبت عليه بوينتر اللي هو باللون جرين، بحيث لما الكويل يدور البوينتر يبتدي كمان ايه يدور مع الكويل. في اخر الاكسس ده، الاكسس ده بيبقى متوصل بجهاز من فوق، بيبقى في حاجه اسمها جيولد بيرنج، حاجه بالعربي كده زي ما بنقول رمان البلي، حاجه تقلل الفريكشن فورس بتوين ذا اكسس اوف ذا كويل اند ذا ستراكشر اوف ذا جلفانومتر اتسلف، حاجه بتقلل قوه الاحتكاك ما بين الاكسس مع الكويل والجهاز ذات نفسه بحيث يقدر يدور ويرجع تاني. يبقى زي ما احنا شايفينه بيتكون اول حاجه من ايرن كور ملفوف حواليه ريكتانجولار كويل. طب ليه ايرن كور؟ عشان قلنا الايرن كور بيزود البرميابيلتي او بيعمل كونسنتريتد للماجنتيك فلوكس لاين فيزود البي فيخلي التورك ماكسيمم. تاني حاجة عندي كونكيف ماجنت، وقلنا ما ينفعش استخدم بار ماجنت، لازم يكون الماجنت ده يكون كونكيف عشان يطلع لي ماجنتيك فلوكس لاين وذ ديفرنت انجل، او زي ما بنقول عليهم راديال ماجنتيك فلوكس لاين لانهم بيطلعوا راديوي للايرن كور ده. كيب ذا تورك ماكسيمم عشان دايما بيبقوا باراليل للماجنت للكويل بلين بيربنديكولار تو ذا تو وايرز اوف ذا تو سايدز اوف ذا كويل. بعد كده سبايرال سبرينجز عشان تبقى تمنع الروتيشن بتاع الكويل، والجولد بيرنج اللي مربوطه بالاكسس اوف ذا كويل دي عشان تقلل الفريكشن فورس ديورنج ذا كويل روتيشن. ده تركيب الجلفانومتر. تعالوا نتكلم بقى عن اهميه كل حاجه ونكتبها كده مع بعض. يلا جاهزين؟ يلا نكتب مع بعض كده اعزائي الطلاب، يلا كده نكتب اهميه واحده واحده من اجزاء الكويل. اول حاجه ايه فايده الايرن كور؟ ايه فايدة؟ معلش ننزل ورقة سنة ونكتبها تاني هنا. هنقول اول حاجة ايه فايدة الايرن كور؟ ايه فايدة الكور ده؟ القلب ده. قلنا الايرن كور ده فايدته بشكل بسيط بيعمل كونسنتريتد لل ماجنتيك، بيعمل كونسنتريت للماجنتيك فلوكس لاينز
وبيعمل انكريز لل بيرميابيليتي بحيث ان التورك يفضل على طول ماكسيمم. يبقى it concentrate the magnetic flux line to increase the permeability of the torque. تعال نرسم الكويل تاني ونكتب أهمية كل جزء فيه. أول جزء فيه قلنا الأيرن كور أهو، الأيرن كور أدي أهو قلنا أهميته. قلنا الأيرن كور ده فايدته إن هو بيجمع الماجنتيك فلكس لاينز فبيعملها كونسنتريشن فبيزود البرميابيلتي فيخلي التورك ماكسيمم على طول. أجي على الأيرن كور ألف الريكتانجلر كويل أهو، ده الكويل اللي هيدور اللي هيتولد فيه التورك فهيدور، فهلفه حوالين الايرن كور كانه بكره بالشكل ده. تاني حاجه بستخدم قلت كونكيف ماجنت بالشكل ده، لازم حوالين الكويل احط ماجنت يكون كونكيف ما يكونش عادي. طب تاني حاجه يقول لي ليه كونكيف ماجنت؟ ليه لازم استخدم كونكيف ماجنت مش ماجنت عادي؟ قلنا ليه كونكيف ماجنت؟ عشان هنقول it produces، وعايزك تحفظ الجملة دي، it produces uniform radial، عشان ده بينتج uniform radial magnetic flux lines، بيطلع لي يونيفورم راديال ماجنتيك فلكس اولويز بارلل تو كويل بلين، دايما بيكون بارلل تو ذا كويل بلين نورمال تو ايتس سايدز. يبقى هنقول لانه بيطلع لي ماجنتيك فلكس لاينز دايما بيبقى بارلل للكويل بلين ونورمال او بيربنديكولار تو ذا تو سايدز، بحيث ان الماجنتيك فلكس دايما يبقى في وضع الماكسيمم، التورك يكون في وضع الماكسيمم، لان الماجنتيك فلكس لاينز دايما بيكونوا بارلل للكويل ايه بلين، وده اسمه كونكيف ماجنت. تالت حاجه تو سبايرال سبرينجز، ايه فايدة السبايرال سبرينجز اللي بنبقى موصلينها بالكويل من تحت ومن فوق؟ احنا قلنا هنا بنيجي نوصل الكويل بسبايرال سبرينج وتحت بنيجي نوصله بسبايرال سبرينج تاني، ادي اهو التو سبايرال سبرينجز. قلنا ايه فايدتهم؟ ليهم تلات فوايد، واحد ليدز كارنت تو جلفانومتر كويل. اول حاجه دول اللي بيوصلوا لي الكهرباء بالكويل اوف ذا جلفانوميتر، ادي اول حاجه، سواء الكهرباء جايه من فوق وخارجه من تحت او العكس، هما دول اللي بيدخلوا لي الكهرباء للكويل اوف ذا جلفانوميتر. يبقى ده اول استخدام ليهم ان هما بريديوس اوبزيت تورك، بينتجوا لي اسمه الاستيك تورك، بيطلعوا لي اوبزيت تورك بريفنت كويل روتيشن، بينتجوا لي تورك عكس الماجنتيك تورك بحيث ان يمنعوا لي دوران الكويل، بيخلوا البوينتر بتاعه يقف عند ريدنج معين وما يتحركش. طب امتى البوينتر سيتل؟ امتى البوينتر يثبت مكانه؟ لما الماجنتيك تورك تساوي الالاستيك تورك بتاع التو سبايرال سبرينجز. اخر حاجه ريتيرن بوينتر اوف جلفانومتر طبعا تو زيرو سكيل when no current passes in the galvanometer. يبقى بيرجع الكويل للزيرو بوزيشن او بيرجع البوينتر بتاعه للزيرو سكيل لما ما يكون ما فيش كهرباء ماشيه في الكويل. قلنا اخر حاجه الاكسس بتاع الكويل اللي بيتوصل بالبوينتر، قلنا الاكسس ده ودي السكيل، الاكسس متوصل بجيولد بيرنج، قلنا زي رمان بلي من فوق وتحت عشان يمنع او يقلل الفريكشن فورس. خد بالك من الجزء النظري ده مهم جدا، ايه فايده الايرن كور؟ ليه الماجنت لازم يكون
كونكيف. ليه بستخدم سبايرال سبرينجز؟ عشان يشدوا مع الكويل بحيث يمنعوا دوران، يخلوا الكويل ما يدورش. لا، هم يفضلوا يعندوا معايا لغايه ما يقف عند القرايه اللي انا عايزها ويثبتوا. وقلنا سؤال مهم جدا، بيقول لي امتى البوينتر اوف ذا جلفانومتر سيتل؟ عشان دي بتربط بين التشابتر ده ونقطه تانية في التشابتر 4، فخد بالك منها. امتى البوينتر بتاع الجلفانومتر يقف؟ لما الماجنتيك فورس تكون ايكوال للالاستيك فورس بريديوسد فروم ذا سبايرال سبرينجز، ساعتها مش هيدور. لما التوركس اللي تنتج من السبايرال سبرينجز والماجنتيك تورك يبقوا قد بعض، ساعتها البوينتر يقف عند القرايه اللي انا عايزها. كده اتكلمنا عن الجلفانومتر. تعالوا نتكلم بقى على السكيل اوف جلفانومتر. تعالوا نتكلم على التدريج بتاع الجلفانومتر. تعالوا بقى نرسم الجلفانومتر من بره كده ونتكلم على السكيل بتاعه. يا ترى ايه اهم النقط اللي هنلاحظها في السكيل؟ يلا نشوف مع بعض. السكيل بتاع الجلفانومتر اول حاجه هنلاحظها ان زيرو سكيل بتبقى ان ذا ميدل. يبقى اول حاجه هنلاحظها هنقول ذا زيرو سكيل اوف جلفانومتر از ان ذا ميدل اوف ذا سكيل. ليه الزيرو بيبقى في نص السكيل بالظبط؟ هنقول عشان الكرنت او تو ميجر دايركشن اوف كرنت انتنسيتي، عشان يقدر يحدد اوف كرنت انتنسيتي، عشان يقدر يحدد اتجاه الكرنت تو ديتيرمن ذا دايركشن اوف ذا كرنت، هل الكرنت رايح للليفت ولا رايح للرايت او العكس. ده اول حاجه لاحظناها، ان السكيل بتاعه دايما الزيرو بيكون في الميدل، عشان يقدر، لان الجهاز قلنا مش بيقيس الكهرباء بس، ده بيقيس اتجاهها كمان. تاني حاجه هنلاحظها ان هو يونيفورملي سكيلد. هنقول ذا سكيل اوف جلفانومتر از يونيفورملي سكيلد اوف جلفانومتر is uniformly scaled. يعني ايه ذا سكيل اوف ذا جلفانومتر از يونيفورملي سكيلد؟ يعني بشكل بسيط جدا البوينتر عند الزيرو كده مثلا، عشان يروح لقرايه وليكن 1 امبير مثلا بيدور بسيتا معينه وليكن 30، عشان يروح لل 2 امبير هتزيد نفس السيتا دي للضعف، طالما كانت زادت للضعف هتزيد 3 امبير، السيتا دي هتزيد 3 اضعاف. يعني ايه؟ يعني هنقول المسافه ما بين السكيلز بتاعته او الديجريز بتاعته ثابته، يعني المسافه من 0 ل 1 هي مسافه بين 1 و2 هي المسافه من 2 ل 3، ده كده يونيفورم سكيل. يعني الزاويه اللي خدها هنا وليكن 30، عشان يروح للاثنين هيدور بزاويه 60، عشان يروح للثلاثه هيدور بزاويه 90. يعني بمعناه ان هو بيقطع ديستنس مختلفه ما بين الديجريز، وبيقطع انجلز مختلفه ما بين الديجريز. يعني الانجل اللي بيدور بيها البوينتر فور اتش ديجري از ذا سيم. عكس كده، ده بنقول نان يونيفورملي. يعني مثلا الزيرو هلاقي ال1 جنبها والاقي ال2 في اخر الدنيا هنا كده، يبقى ده نان يونيفورملي سكيلد، ان هو ممكن يقطع زاويه اكبر عشان يروح من ال1 لل2. فساعتها بنقول لا، الجلفانومتر مش كده، الجلفانومتر بيبقى يونيفورملي سكيلد. ليه يونيفورملي سكيلد؟ عشان احنا بيعتمد على فكره التورك، التورك بيساوي بيان ساين سيتا او بيان، باعتبار ان هو على طول في الماكسيمم بوزيشن. اذا التورك بيعتمد على زاويه واحده، على فاكتور واحد اللي هو الكرنت اللي انت عايز تقيسه. فبالتالي بما انه بيعتمد على الكرنت بس، فلو الكرنت زاد مرتين الزاويه اللي بيدور بيها البوينتر هتبقى دبل، لو الكرنت زاد ثلاث مرات يبقى الزاويه اللي الديفليكشن بتاعت البوينتر هتزيد ثلاث مرات، لان التورك ما فيهوش قصاده غير فاريبل واحد. فلو الفاريبل ده دبل الانجل اوف ديفليكشن دبل، لو الفاريبل ده تريبل الانجل اوف ديفليكشن تريبل. هقول له ايه؟ عشان ذا انجل اوف ديفليكشن اوف جلفانومتر بوينتر مالها
direct relation with current intensity. يعني دايما الانجل اوف ديفليكشن بتعتمد على فاريبل واحد هو current intensity. يعني بقول الثيتا دايركت بروبورشنال وذ اي، الثيتا اللي هي الزاويه اللي ضرب بيها البوينتر. الانجل اوف ديفليكشن دي بتعتمد على فاريبل واحد اللي هو current intensity. يبقى احنا لاحظنا ان السكيل الزيرو سكيل بيبقى في النص وبيبقى يونيفورم سكيل، يعني المسافه ما بين الزيرو وال1 هي المسافه بين ال1 وال2 هي المسافه بين ال2 وال3 او الانجلز واحده، ده اسمها يونيفورم سكيل. ليه هقول له؟ عشان انجل اوف ديفليكشن اوف ذا بوينتر اوف ذا جلفانومتر دايركت ريليشن وذ ذا كرنت انتنسيتي. سهله جدا. طب حلو جدا لغايه دلوقتي. طب تعالوا ندخل في نقطة تانية، ندخل في مفهوم جديد اسمه the sensitivity of galvanometer. sensitivity of galvanometer أو بالعربي حساسية الجلفانومتر. إيه هي sensitivity of galvanometer؟ تعالوا نشوف مع بعض. نفترض ان ده جلفانومتر، اول ريدنج كانت 1 امبير، تاني ريدنج كانت 2 ملي امبير بشكل، يعني 1 ملي امبير 2 ملي امبير وهكذا لغايه الاخر. فبنقول البوينتر بيبقى عند الزيرو عشان يوصل لل 1 ملي امبير، نفترض ان هو ضرب بزاويه وليكن 30 ديجري، يبقى عشان يوصل لل 2 هيدور بزاويه 60، يعني عشان يجي من هنا لهنا ضرب 30، عشان يروح للتو هيدور بزاويه 60 اللي هي 30 زائد ال 30 الجديده. فساعتها بقول دي حاجه اسمها السنسيتيفيتي. يعني ايه السنسيتيفيتي باختصار؟ السنسيتيفيتي اعزائي الطلاب هي ان انا اقسم الانجل اوف ديفليكشن على الكرنت اللي خليته يدور بالانجل اوف ديفليكشن دي. يعني في المثال اللي فات البوينتر ديفليكت باي 30 ديجري عشان يقيس كرنت مقداره ايه؟ 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 اللي هي 1 ملي امبير، وساعتها طبعا هيطلع الريدنج ايه؟ 30 1 2 3 ديجري فور ايتش امبير او ايتش مايكرو امبير او ملي امبير حسب الجلفانوميتر بيقيس بقد ايه. يبقى دي اسمها السنسيتيفيتي اوف جلفانوميتر. يعني ايه السنسيتيفيتي جلفانوميتر؟ اقول ات از انجل of deflection، هو ان انا اقسم الانجل of deflection of pointer of galvanometer for unit current intensity، يعني for each degree in current intensity، لكل point في current intensity. بقول it is the angle of deflection of the pointer of galvanometer for each unit current intensity. يعني ان انا اقسم ال angle of deflection على current intensity. بقول ايه تاني؟ هي it is the angle of deflection of the pointer of the galvanometer for each unit current intensity. دي اسمها sensitivity of galvanometer، ان انا اقسم الثيتا على الاي. طب هنلاحظ ايه من القانون ده اعزائي الطلاب؟ هنلاحظ ان السنسيتيفيتي از انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا كرنت انتنستي. يعني انا كل ما اصنع جلفانومتر بيقيس كرنت انتنستي اعلى، بقول ساعتها ان السنسيتيفيتي بتاعته ايه؟ اقل. خد بالك من الحته دي. يبقى انا كل ما اصنع جهاز بيقيس كرنت انتنستي اعلى هقول ايه؟ يبقى ساعتها ايه؟ ساعتها بنقول ان السنسيتيفيتي هنا اضعف. اعزائي الطلاب سهله جدا. يبقى الانتنسيتي انفيرسلي بروبورشنال وذ ذا كرنت انتنسيتي. طيب ده اول قانون عندي في الجلفانومتر، وفهمنا السنسيتيفيتي وقلنا اليونت بتاعتها ساعات بنقول ديجري فور ايتش مايكرو امبير او ديجري فور ملي امبير او ديجري فور امبير حسب انت عايز تقول ان الدرجه الواحده اللي بيقيسها الجلفانومتر ده بالملي امبير ولا بالمايكرو امبير حسب هو بيقيس كهرباء قوتها قد ايه. الجلفانومتر ملهوش غير قانونين بس بنشتغل عليهم، تعالوا نكتبهم. اول قانون عندي لو 1 ان انا لو عايز احسب السنسيتيفيتي
هقسم الانجل اوف ديفليكشن اوف ذا بوينتر اوف جلفانومتر بالكرنت انتنسيتي اللي هو قاسه، يعني هو ضرب زاويه 30 عشان يقيس كرنت معين، يبقى دي السنسيتيفيتي ان انا اقسم الثيتا على الاي. 2 بنقول اي ماكسيمم، يعني الجلفانومتر ده بيتقسم لدجري اللي هي 1 امبير مثلا، 2 امبير، 3 امبير، ليه قيمه معينه اللي هي اقصى كرنت ممكن نقيسه. يعني كده مثلا كمثال نفترض ان في جلفانومتر كده، فبنقول 1 ملي امبير، 2 ملي امبير، 3 ملي امبير، 4 ملي امبير، لغايه 5 ملي امبير. فبنقول ان ال 5 ملي امبير دي هي الماكسيمم كرنت اللي ممكن يقيسه الجلفانومتر، ان هو الجلفانومتر ده بنقيس من اول زيرو لغايه ال 5 ملي امبير، دي اسمها الاي ماكسيمم اللي هي اقصى كهرباء ممكن يقيسها. طب ايه بتساوي ايه؟ بتساوي ذا سنسيتيفيتي اوف ايتش ديجري او كرنت انتنسيتي اوف ايتش ديجري اوف ذا جلفانومتر تايمز ذا نمبر اوف ديجريز. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز احسب الاي ماكسيمم، وده قانون عقلاني خالص، لو انا عايز احسب اقصى كهرباء ممكن يقيسها الجهاز ده، هجيب الكهرباء اللي بتقيسها الدرجه الواحده واضربها في عدد الدرجات. يعني ايه؟ يعني الجهاز ده بيتقسم من كام درجه؟ 1 2 3 4 5، في 5 درجات. طب الكهرباء الواحده او الدرجه الواحده بتقيس قد ايه؟ بتقيس 1 ملي امبير. يبقى الدرجه الواحده بتقيس 1 ملي امبير في 5 درجات، يبقى هو بيقيس 5 ملي امبير، باعتبار ان كل درجه من دول بتقيس 1 ملي امبير. ده اس 1، ده اس 2، ده اس 3، يعني كل درجه بيقيس 1 ملي امبير. يبقى دي اسمها الكهرباء اوف ايه؟ ذا كرنت انتنسيتي اوف ايتش ديجري او السنسيتيفيتي اوف ايتش ديجري، اضربه في النمبر اوف ديجريز اجيب الماكسيمم كرنت اللي ينفع الجهاز يقيسه. تعالوا ناخد مثال ونبتدي نحله مع بعض. يلا جاهزين؟ بيقول لي جيل فانومتر. كلام جميل. عندي جلفانومتر كروس سيكشنال اريا، اتس كروس سيكشنال اريا ايكوال 60 سنتيمتر سكوير، فاوند ان فيلد، طبعا نقصد ماجنتيك فيلد اوف انتنسيتي 0.1 تسلا. اتس number of turns is 600. Find current. عايزك تحسب لي current intensity needed to produce torque of 1 newton dot meter. تعال نكتب الجيفنز الاول اعزائي الطلاب مع بعض. اول حاجه معايا كروس سيكشنال اريا ايكوال 60 سنتيمتر سكوير، يعني اقول 60 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 عشان تبقى بالمتر سكوير. بيقول لي الفيلد اوف انتنسيتي، يبقى انا اول حاجه جبت الاريا ب 60 سنتيمتر سكوير. بيقول لي فاوند ان فيلد اوف 0.1 تسلا، مديني الفيلد اقول له البي ايكوال 0.1 تسلا. ذا نمبر اوف تيرنز از 600، يعني عدد اللفات 600. فايند ذا كرنت انتنسيتي، عايز نحسب الكرنت انتنسيتي، وجايب لي ان التورك بيساوي 1 نيوتن دوت متر. واحد يقول لي يا مستر بس انت كده بتحل بقوانين التورك، اقول لك ايوه، ما هو الجلفانومتر اصلا جهاز يعتبر ابلكيشن للماجنتيك تورك، يعني الجلفانومتر ده جهاز تطبيق من تطبيقات الماجنتيك تورك، فبالتالي ينفع اديك مسائل في التورك في الجلفانومتر عادي. يبقى هنطبق القانون عادي، هنقول التورك بيساوي بيان، لان الجلفانومتر احنا قلنا على طول في الماكسيمم بوزيشن عشان مستخدمين كونكيف ماجنت. التورك ب 1، البي ب 0.1 تسلا، الاي انا عايزه، الاي ب 60 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 600، يعني الاي بتساوي كام في الاخر؟ 1 اوفر 0.1
0.1 تايمز 60 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 تايمز 600. وكده اقدر احسب الاي بشكل بسيط خالص، ان انا وديت كل الحاجات اللي جنب الاي بالديفايد لل 1. ده مساله من مسائل الجلفانومتر، بس بتعتمد على فكره التورك، مفيش اختلاف. ما احنا قلنا يجوز ان انا اطبق القوانين بتاعت الماجنتيك تورك على الجلفانومتر او على الموتور، لانهم الاثنين ابلكيشن للماجنتيك تورك. طب تعالوا نشوف حاجه تانية. بيقول لي ميجر، عايزني اقيس ايه اعزائي الطلاب؟ سنسيتيفيتي، عايزني احسب السنسيتيفيتي. Find the sensitivity of galvanometer. When a current passes of 15 milliampere، الكهرباء اللي ماشية كانت 15 milliampere in its coil. And the angle of deflection of its pointer is 30 degrees Celsius. والزاوية ال 30 ديجري، معلش، الزاوية اللي ضرب بيها البوينتر بتاعه كانت 30 درجة. يبقى هو بيحكي لي كده ان الجلفانومتر كده البوينتر بتاعه دار بانجل مقدارها 30 عشان يقرا كرنت مقداره 15 ملي امبير. وبيقول لي هات لي السنسيتيفيتي يا مستر، يعني البوينتر عشان يوصل ل 15 ملي امبير لف بزاويه 30. فاقول له اذا السنسيتيفيتي بتساوي سيتا اوفر اي. السيتا بتساوي كام اعزائي الطلاب؟ 30 الاي 15 ملي، يعني 15 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب 30 اوفر 15 اللي هيديني 2، وطلع ال 10 باور بوزيتيف 3 يعني في الاخر هيديني 2000 ديجري فور ايتش امبير. ولو عايز اجيبها بالمايكرو امبير هيبقى 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ديجري فور ايتش مايكرو امبير. لو جبتها كده صح طبعا، مش شرط تحولها زي ما انا حولتها. يبقى كده انا جبتها باستخدام الديجري فور ايتش امبير، وكده استجبتها ديجري فور ايتش مايكرو امبير. طيب سؤال تاني تعالوا نكتبه مع بعض، جاهزين؟ بيقول لي ايه؟ فايند ذا، عايزني احسب the maximum current، عايزني احسب maximum current can be measured. عايز maximum current can be measured by galvanometer graduated into 100. انا عايز احسب الماكسيمم كرنت جراديويتد انتو، معلش، 10 ديجريز اند ذا سنسيتيفيتي اوف ايتش ديجري. ادي اول حاجه. اتنين بيقول لي find the current intensity، عايز the current intensity makes its pointer deflects to 30 degree. المسائل دي ميزتها
انها ممكن تتجاوب بالذكاء عادي من غير قاعده، وممكن نطبق القاعده. فبيقول لي فعايز الماكسيمم كارنت اللي ممكن يقيسه جلفانومتر لو متقسم ل 10 درجات، الدرجه الواحده بتقيس 100 مايكرو امبير. انت ممكن تجيبها بدماغك، يعني هو بيقيس الدرجه الواحده ب 100 مايكرو امبير ومتقسم ل 10 درجات، يبقى اي ماكسيمم بتساوي الكرنت اللي بيقيسه الديجري الواحده في عدد الديجريز. فاحنا بنقول الدرجة الواحدة ب 100 مايكرو وهو متقسم ل 10 درجات، يبقى اخره بيقيس لغاية كام اعزائي الطلاب؟ اخره بيقيس لغاية 1000 مايكرو امبير. بيعرف يقيس لغاية 1000 مايكرو امبير، اللي هو باختصار كام يعني؟ ممكن اقول بالامبير يبقى 10 باور نيجاتيف 6، يعني 10 باور نيجاتيف 3 امبير، يعني بيقيس لغاية 1 ملي امبير من الاخر. طيب ده الاي ماكسيمم، ضربت الكهرباء او السنسيتيفيتي بتاعت الديجري الواحدة في عدد الدرجات عشان اقدر اقيس الكهرباء الكلية اللي بيقيسها. طب عايز الكرنت انتنستي اللي يقدر يقيسه البوينتر عشان يعمل ديفليكت للثيرتي ديجري. حلو جدا، يبقى انا عايز الكهرباء اللي بتقيس الثيرتي ديجري، هضرب السنسيتيفيتي بتاعت الديجري الواحدة في عدد الدرجات. احنا بنقول الدرجة الواحدة بتساوي 100 مايكرو امبير، وانا عايزه البوينتر يتحرك لثلاث درجات، يبقى هيبقى كام؟ 300 مايكرو امبير. بساعتها هيقيس 300 مايكرو امبير عشان يوصل للديجري رقم 3. كده احنا اتكلمنا عن اهم قوانين الجلفانومتر، وتعال نتكلم عنه كده بمسألة تانية، ومسألة بسيطة بإذن الله. المسألة دي هتبقى سهلة جدا. تعال نشوف برضو، احنا قلنا المسألة دي انت بتجيبها بدماغك مش محتاج قاعدة معينة. اجل فانومتر its pointer عند الفانومتر its pointer deflect to half its graduation. يبقى انا عندي جلفانومتر its pointer deflect half its graduation if a current of 200 micro ampere passes through it. It if its sensitivity is 0.008 milliampere for each degree. Find number of degrees. تعالوا نقرأ كده ونكتب الجيمز مع بعض. عايز الـ number of degrees. بيقول لي ان في جلفانومتر the pointer deflects to half its graduation، يعني البوينتر بيوصل لنص تدريجه لما يمشي فيه كهرباء 200 مايكرو امبير، يبقى اكيد اي ماكسيمم بكام؟ ب 400. ما هو نص التدريج 200، يبقى التدريج الكامل ب 400 مايكرو، يعني 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 امبير، اللي هي تطلع 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 امبير، اللي هي 40 ملي امبير لو هنتكلم عنها. سهل جدا. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ اول حاجه الاي ماكسيمم. يبقى احنا قلنا الجهاز ده بيدور للهاف لو مشي فيه كرنت 200 مايكرو امبير، فاذا استنتجنا اذا الاي ماكسيمم هي 400 مايكرو امبير، اللي هي 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 امبير، اللي هي تقريبا كام قلنا؟
اللي هي هتبقى كده 40 ملي امبير. طيب بيقول لي السنسيتيفيتي فور ايتش ديجري الكرنت اللي بتقيسه الدرجه الواحده 0.08 ملي امبير. يعني هنقول 0.08 في 10 باور نيجاتيف 3، يعني هتديني كام؟ 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 امبير. 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 امبير. اذا اي ماكس بتساوي اي فور ايتش ديجري تايمز النمبر اوف ديجريز عشان احسب عدد الدرجات. فهقول ان هنا طبعا 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ده اقصى كهرباء بيقيسها بالامبير، وده الانتنستي اوف ايتش ديجري فعدد الدرجات، يبقى انا اقدر اعمل ده ديفايدد ده، اقول النمبر اوف ديجريز هنا اعزائي الطلاب بتساوي كام؟ 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وهنا 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 اللي هي تقريبا هتبقى كام اعزائي الطلاب؟ اللي هي تقريبا هتبقى 50 ديجريز تقريبا ابروكسيميتلي. اعزائي الطلاب النهارده اتكلمنا عن الماجنتيك تورك، وعرفنا ايه هي شروط الماجنتيك تورك، وامتى التورك يبقى ماكسيمم، امتى يبقى بزيرو. اتكلمنا عن الابلكيشن على الماجنتيك تورك، قدرنا من التورك نصنع اجهزه، ودي حاجه مهمه جدا زي الالكتريك موتور وزي الجلفانومتر. باذن الله المحاضره الجايه هنتكلم عن باقي اجزاء الجلفانومتر والاجهزه اللي اشتقت منه. اقول لكم شكرا لكم اعزائي الطلاب، اتمنى اكون افدتكم، ونتقابل في المحاضرات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.